السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم سم سم الله. نعم لا بأس من أول فصل. بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على نبينا محمد رسول الله. اللهم صل وسلم على آله وأصحابه ومن والاه. اللهم صل وسلم. أما بعد، فقال الإمام شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحضاني رحمه الله: فصل. يتضمن الحديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجوابه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن ذلك، وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم، فجعل هذا كله من الدين. وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير مختلفين تارة ومتفقين أخرى، ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك، وهذا يكون بأن نبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها، فنقول: ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، وهو المنقول نقلا متواترا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل هو من المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام دين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الناس كانوا على عهده بالمدينة 3 أصناف: مؤمن وكافر مظهر للكفر، ومنافق ظاهره الإسلام وهو في الباطن كافر. ولهذا التقسيم أنزل الله تعالى في أول سورة البقرة ذكر الأصناف 3، فأنزل 4 آيات في صفة المؤمنين، وآيتين في صفة الكافرين، و10 آية في صفة المنافقين. فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون، في صفة المؤمنين. وقوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكافرين الذين يموتون كفارا. وقوله تعالى: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، إلى أن ضرب الله تعالى لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء، كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. وأما قبل الهجرة فلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله في هذا الفصل قال: فصل تضمن حديث سؤال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، وجواب عن ذلك وقوله في آخر الحديث: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم فجعل هذا كله من الدين. هذا فيه بيان أن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل في هذا الفصل، ولهذا سمي هذا الكتاب بشرح حديث جبرائيل، ويسمى كتاب الإيمان كتاب الإيمان الأوسط، لأن المؤلف تحدث عن الإيمان وأفاض عن الإيمان والمقارنة بينه وبين الإسلام والدين ومذاهب ومذهب السنة في ذلك، ومذهب المرجئة ومذهب الخوارج والمعتزلة وغيرها، فهو يسمى بهذا الاسم، يسمى بشرح حديث جبرائيل، لأن المؤلف رحمه الله شرح حديث جبرائيل، ويسمى بكتاب الإيمان الأوسط لأن المؤلف رحمه الله أفاض في الإيمان وما ينافيه وما يناقضه ومذاهب الناس في مسمى الإيمان. ولهذا لما أشار إلى حديث جبرائيل قال بعد ذلك المؤلف: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، يعني اختلف الناس في مسمى الإسلام ومسمى الإيمان، كلام كثير. وسمعتم مع المذاهب البارحة
الليلة الماضية نبذة عن الخلاف خلاف الناس في مسمى الإيمان. ولهذا قال المؤلف: وللناس في مسمى الإسلام والإيمان من الكلام الكثير. عرفنا أن أهل السنة لهم الإيمان عندهم مسمى، والمرجئة في طائفهم الأربع كل طائفة لهم مسمى، الإيمان عندهم مسمى، والخوارج الإيمان عندهم مسمى، والمعتزلة الإيمان عندهم مسمى، والجهمية الإيمان عندهم مسمى. ولهذا قال المؤلف: وللناس في الإسلام والإيمان من الكلام الكثير، مختلفين تارة ومتفقين أخرى. يختلفون تارة. فمثلا مذهب المرجئة ضد مذهب أهل السنة، خلاف كثير. ومذهب الخوارج والمعتزلة يوافق مذهب السنة في مسمى الإيمان، لكن يخالفون أهل السنة في القول بتكفير العصاة الموحدين، وأن الإنسان إذا فعل كبيرة ذهب الإيمان وانتهى الإيمان. فهم وافقوهم تارة وخالفوهم تارة. خالفوهم في مسمى الإيمان، وافقوهم في مسمى الإيمان. فمسمى الإيمان عند أهل السنة قول باللسان، تصديق بالقلب، وعمل بالقلب، وعمل بالجوارح، وهذا مسمى الإيمان عند الخوارج المعتزلة. لكن أهل السنة يقولون إذا عصى ضعف الإيمان وبقي معه، والخوارج يقولون إذا عصى ذهب الإيمان وانتهى الإيمان وكفر، والمعتزلة قالوا إذا عصى ذهب الإيمان خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر، فكان في منزلة بين المنزلتين. بينهم اتفاق وبينهم اختلاف. فالاتفاق في مسمى الإيمان، والاختلاف في الخروج من الإيمان. أهل السنة يقول لا يخرج من الإيمان إلا بالكفر الصريح أو النفاق الأكبر، الكفر الأكبر والنفاق الأكبر والشرك الأكبر. والخوارج يخرج من الإيمان، والمعتزلة يخرج من الإيمان بالمعصية. ولهذا قال المؤلف: وللناس في الإسلام، يعني في مسمى الإسلام والإيمان، من الكلام الكثير، مختلفين أثاره ومتفقين أخرى. ما يحتاج الناس معه إلى معرفة الحق في ذلك. يحتاج لما كان هذا الاختلاف كثير لا بد من معرفة الحق، حاجة داعية وماسة إلى معرفة الحق في ذلك. وكيف يعرف الحق في ذلك؟ قال المؤلف: هذا يكون بأن تبين الأصول المعلومة المتفق عليها، ثم بعد ذلك يتوصل إلى معرفة الحقيقة المتنازع فيها. الحقيقة المتنازع فيها ما هي؟ مسمى الإسلام ومسمى الإيمان. كيف نعرف الصواب في هذه الحقيقة المتنازع فيها؟ يقول المؤلف: أولا تبين الأصول المعلومة المتفق عليها بين الجميع، ثم بعد ذلك إذا علمت الأصول وبينت ووضحت واتفق عليها الجميع، بعد ذلك ننتقل إلى الأصول المختلف فيها ونبين الحقيقة فيها. فالمؤلف رحمه الله ذكر من الأصول المتفق عليها انقسام الناس إلى ثلاثة أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: مؤمن وكافر، مؤمن باطن وظاهرة، وكافر ظاهرا وباطنا، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن، هو المنافق. هذا أصل متفق عليه ما يخالف أحد. فالمؤلف رحمه الله يقول: أول نبين الأصول المتفق عليها، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الأصول المختلف فيها نبين الحق. فمن الأصول المتفق عليها هذا الأصل. وهناك أصل آخر سيذكره المؤلف بعد ذلك، سيقول الأصل الثاني هناك، سيأتي الكلام في يأتي في بعد ذلك يذكر أصل متفق عليها، وهو أن النصوص وصفت بعض الناس بالإسلام دون الإيمان. سيذكره المؤلف بعد صفحات. وعندي في النسخة في صفحة 18 يقول: وهنا أصل آخر، وهو أنه قد جاء في الكتاب والسنة وصف وقام بالإسلام دون الإيمان. فهذان أصلان متفق عليهم. الأصل الأول انقسام الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم في الظاهر وكافر في الباطن، وهو المنافق. هذا أصل متفق عليه. لماذا اتفق عليه؟ لأنه هذا الأصل دل عليه الكتاب العزيز والسنة المطهرة وأجمع عليه العلماء. ولهذا قال المؤلف: فنقول
ما علم بالكتاب والسنة والإجماع، معلوم بالكتاب والسنة والإجماع. الكتاب العزيز القرآن الكريم دل على أن الناس في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أصناف، والسنة دلت على الناس ثلاث أصناف، وأجمع العلماء على الناس ثلاث أصناف، وهو من المنقول نقلا متواترا. نقول نقلا متواترا في القرآن، القرآن متواتر والسنة متواترة، لأن الناس كم صنف؟ ثلاث أصناف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. بل هو من المعلوم من دين الإسلام، دين النبي صلى الله عليه وسلم، المعلوم لدى خاص العام من دين الإسلام ومن دين النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة ثلاث أصناف: مؤمن باطنا وظاهرا، وكافر باطنا وظاهرا، ومسلم مؤمن في الظاهر كافر في الباطن. ذكر الله أقسام الناس في أول سورة البقرة، ما طلع سورة البقرة. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: ولهذا التقسيم أنزل الله في أول سورة البقرة ذكر الأصناف الثلاثة، فأنزل أربع آيات في صفة المؤمنين، أربع آيات في صفة المؤمنين باطنا وظاهرا، وآيتين في صفة الكفار ظاهرا وباطنا، وبضع عشر آية في صفة المنافقين الذين هم مسلمون في الظاهر وكفار في الباطن، والبضع من ثلاثة إلى كم؟ إلى تسعة. نزل فيه ثلاثة عشرة آية. إذن في المؤمنين أربع آيات، وفي الكفار آيتان، وفي المنافقين ثلاثة عشرة آية لشدة خطرهم على الإسلام والمسلمين، لأن الكفار المنافقون الذين كفار في الباطن ومسلم في الظاهر أشد خطر من الكفار ظاهرا وباطنا. لماذا؟ لأن المنافقين شاركوا الكفار في الكفر وزادوا عليهم بالخداع، فصاروا يظهرون الإسلام خداع، لأن الكافر هذا عدو مكشوف ظاهر وباطن، هذا عدو اليهودي والنصراني والوثني والشيوعي والملحد، هذا كافر ظاهر وباطن تعرف تأخذ حذرك منه. لكن المصيبة العدو الباطن الذي المنافق الذي هو كافر في الباطن ومسلم في الظاهر يعيش بين المسلمين ويخطط ويدبر المؤامرات في قضاء الإسلام والمسلمين، وهو عدو يعيش بين المسلمين. هذا المنافق، المنافق عدو قد يصلي بجنبك وهو منافق ما تعلم عنه. فلهذا ذكر الله بين الله هذه الأصناف الثلاثة، فأنزل في المؤمنين ظاهرا وباطنا كم آية؟ أربع آيات بينها المؤلف. قال المؤلف رحمه الله: فقوله تعالى: هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك. هدى للمتقين هذه الآية الأولى، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون هذه الآية الثانية، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون هذه الآية الثالثة، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون هذه الآية الرابعة. أربع آيات في المؤمنين ظاهرة وباطنة. ما هي أوصافهم؟ أوصافهم أنهم وصفوا الله بأنهم المتقون، اتقوا الله واتقوا النار واتقوا عذاب الله وسخطه، فوحدوا الله وأخلصوا له العبادة. متقي هو الذي جعل بينه وبين النار وقاية، تقيه وبين غضب الله وسخطه بالإيمان والتوحيد وأداء الواجبات وترك المحرمات. ثم وصف المتقين، ما هي أوصافهم؟ الذين يؤمنون بالغيب، هذا الوصف الأول، يؤمنون بالغيب، الغيب ما غاب، الأمور الغيبية، يعني يصدقون بالأخبار الماضية والأخبار المستقبلة، يصدقون الله في أخباره الماضية والمستقبلة، ويصدقون الرسول عليه الصلاة والسلام في الأخبار التي أخبر بها الماضية والمستقبلة، الماضي ما أخبر عن الأمم السابقة وعن بدء الخلق وعن ما أخبر الله به عن نفسه في أفعاله وصفاته وأسمائه، كل هذه من أمور الغيب. يؤمن بما أخبر الله من أنه عليم حكيم عزيز حكيم، وأنه مستوي على العرش، وأنه التواب، وأنه الرحيم، وأنه الملك، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه المؤمن، وأنه المهيمن، وأنه العزيز، وأنه الجبار، وأنه المتكبر، وأنه بكل شيء عليم، وأنه خالق الخلق، كل ما أخبر الله به عن نفسه يؤمنون به، وكذلك ما أخبر به عن الأمم السابقة وعن العرش واللوح المحفوظ والقلم
والسماوات والأراضين والنجوم، ويؤمنون أيضا بالأخبار المستقبلة، مما أخبر الله من أخبار المستقبلة من ما يكون من أشراط الساعة وما يكون للإنسان إذا وضع في قبره من صالح منكر ونكير ومن عذاب القبر ونعيمه، ويؤمن بالبعث، بعث الأجساد وإعادة الأرواح إلى أجسادها، والوقوف بين يدي الله الحساب، وتطاير الصحف والميزان والحوض والصراط والجنة والنار، كل هذا يؤمنون به، كل هذا داخل في قول الذين يؤمنون بالغيب. الوصف الثاني ويقيمون الصلاة، الوصف الثاني من أوصافه يقيمون الصلاة يعني يؤدونها كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. والإقامة غير الصلاة، ولم يقل صلون، قال يقيمون، وإقامة الصلاة غير الصلاة، فعل الصلاة قد يفعل الإنسان الصلاة، الصلاة السورية، ولكن لا يقيمها. ولهذا توعد الله من فعل الصلاة مع السهو بالويل، وويل للمصلين الذين ما صلاة ينسى. لكن الذي يقيم الصلاة ما يتوعد، ما يتوعد، ما يقال ويل للذي يقيم الصلاة، بل له الجزاء. من أقام الصلاة يعني أداها كما أمر الله وكما أمر رسوله بإخلاص وصدق ومحبة ورغبة ورهبة، تابها في الوقت بشروطها وخشوعها وهيئاتها وجماعتها، هذا الإقامة. يقال أقام الشيء إذا أتى به مؤديا حقوقه ويقيم الصلاة. الوصف الثالث ومما رزقناهم ينفقون، ينفقون مما رزقهم الله من الأموال التي استخلفهم فيها من الزكاة وغيره. يدخل في ذلك الواجب، النفقات الواجبة كالزكاة والكفارات والنفقة على الأولاد والزوجات وعلى القارب والمماليك والبهائم والعبيد والأرقة إلى غير ذلك. ومما رزقناهم ينفقون. الوصف الرابع والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك، يعني يؤمنون بما أنزل إليك يا محمد من الكتاب والحكمة، القرآن والسنة، لأن السنة وحي ثاني، ويؤمنون أيضا بما أنزل من قبله على الأمم السابقة، التوراة التي أنزلها الله على موسى، والإنجيل الذي أنزله الله على عيسى، والزبور الذي أنزله على داود، وصحف إبراهيم وصحف موسى وغيرها من الكتب التي لم تسمى. الوصف الخامس وبالآخرة هم يوقنون، يوقنون بالآخرة لا يشكون، يقنون بالآخرة ويؤمنون بها، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، يؤمنون بالبعث والجزاء والحساب والحشر والنشر وما بعده، تطير الصحف والحوض والميزان والصراط والجنة والنار. هذه أوصافه، هؤلاء المؤمن باطن وظاهر. ثم وصف أول، قال هو أول سماهم الله المتقين، وصفهم بالمتقين، ثم ذكر أوصافه: الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. خمسة أوصاف. ثم بعد ذلك حكم عليهم سبحانه، ذكر حكم عليهم، حكم عليهم بالهداية في الدنيا والفلاح في الآخرة. قال أولئك على هدى من ربهم، هؤلاء هم المهديون، هداهم الله للصراط المستقيم، هم على الصراط المستقيم، هداهم الله الحق والدين، استقاموا على شرع الله ودينه، فهم على هداية من ربهم، ليسوا ضالين وليسوا مغضوبا عليهم. اليهود مغضوب عليهم، معهم علم ولم يعملوا به، والنصارى ضالون يعملون على جهل وضلال. لا، هؤلاء أنعم الله عليهم بالعلم والعمل، علموا ثم عملوا وصاروا مهتدين في الدنيا، وفي الآخرة لهم الفلاح، أولئك هم المفلحون. وآتى بصيغة الحصر، والفلاح هو الحصول على المطلوب والنجاة من المرهوب. وأعظم ما يطلبه المسلم هو رضا الله عز وجل والتمتع بدار كرامته وجنته، وأعظم ما يخشاه الإنسان ويخافه عذاب الله وسخطه والنار. فهؤلاء المتقون حصلوا على الفلاح، حصل لهم ما يطلبون، ونجوا مما يخافون منه. هذه الصفات الأربع في صفات المؤمنين باطن وظاهر.
قال المؤلف رحمه الله: وقوله إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، الآيتين في صفة الكفار الذين يموتون كفار، هذا الصف الثاني، الكفار ظاهرا وباطنا ذكره الله في آيتين. الآية الأولى إن الذين كفروا، يعني جحدوا توحيد الله، جحدوا حق الله، وصفهم أنهم لم يوحدوا الله، جحدوا حق الله والتوحيد والإخلاص ولم يوحدوا الله ولم يخلصوا له العبادة، فهم كفار. كفار يسمى الكافر لأنه ستر الحق، والكافر من الكفر وهو الستر والتغطية، ومن سمي الزارع كافر لأنه يستر الحب في الأرض، وسمي الكافر كافر لأنه يغطي الحق ويجحد الحق، والحق هو توحيد الله وإخلاص العبادة له. فجحوده الحق وتركه لعبادة الله وتكذيبه لله ولرسوله، هذا صار بهذا كافرا. وصفهم يقول الله: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. هؤلاء الكفار لا يستفيدون من المواعظ ولا الإنذار، إن أنذرتهم أو لم تنذرهم على حد سواء، لا يستفيدون، لا تفيدهم من المواعظ. كما قال الله عن قوم هود وعاد: قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، يعني تعظ أو لا تعظ، نحن مستمرون على كفرهم وعنادهم. قالوا سواء علينا أوعظت أم لم تكن من الواعظين، وهنا قال سبحانه: سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ما هو جزاءهم؟ بين الله جزاءهم لما تركوا الحق عنادا، قال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. ختم الله على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، جعل على القلوب ختم وعلى السمع ختم معنوي يمنع وصول الحق إليه، فلا يعون الحق ولا يسمعون الحق، وإن كانوا يسمعون أمور الدنيا ويعقلون أمور الدنيا، لكن الحق ما يسمعونه ولا يعونه. وعلى أبصارهم غشاوة، غطاء، غطاء الأبصار، غطاء معنوي، لا يرون الحق ولا يبصرونه، لكن يبصرون أمور دنياهم في أكلهم وشربهم وبيعهم، أمور الدنيا يبصرونها، لكن الحق لا يبصرونه، على عينهم غشاوة. عقوبة لهم جزاءهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم مظلمين، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم، هذا جزاءهم في الآخر، لهم العذاب العظيم وهو عذاب النار أعوذ بالله، والخلود فيها أبدا الآباد، نسأل الله السلامة والعافية. قال المؤلف رحمه الله: وقوله ومن الناس يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، الآيات في صفة المنافقين، ذكر الله في صفة المنافقين الذين هم كفار في الباطن ومسلم في الظاهر 13 آية. لماذا؟ الكفار ظاهر وباطن ذكرهم الله في آيتين لوضوح أمرهم، أمرهم ظاهر، عدو مكشوف تأخذ حذرك، لكن العدو اللدود هو المنافق الذي يعيش بين المسلمين. ولهذا عبد الله بن أبي رئيس المنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، وأحيانا يخطب الناس ويقول اتبعوا هذا النبي، هو كذاب، هذا من نفاقه، ويجاهد مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذا العدو اللدود الذي يعيش بين المسلمين وهو يدبر المؤامرات ويخطط الخطط لقضاء الإسلام والمسلمين، هذا العدو، العدو المستور الذي يلتبس أمره على كثير من الناس، جل الله صفاته حتى لا ينخدع الناس، حتى لا ينخدع المؤمنون به. ذكر الله في 13 آية، قال المؤلف: إلى أن ضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء، ضرب الله لهم مثلين، مثلا ناريا ومثلا مائيا، ناريا ومثلا مائيا. قال فيهم سبحانه: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون. هذا وصف الأول، وصف الأول أنهم يؤمنون بألسنتهم ويكذبون بقلوبهم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر، يعني بألسنتهم، وما هم بمؤمنين، يعني بقلوبهم. كيف يثبت لهم الإيمان وينفع عنهم الإيمان؟ أثبت الله لهم الإيمان ونفع عنهم الإيمان،
هل هذا تناقض؟ معاذ الله. شرط التناقض اتحاد الجهة. شرط التناقض اتحاد الجهة المعروف عند المناطق وغيره. متى يكون التناقض؟ إذا اتحدت الجهة. لكن هنا الجهة مفكة. فإذا ورد النفي والإثبات على محل واحد هذا التناقض. تثبت الشيء وتنفيه في جهة واحدة هذا التناقض. لكن إذا كان النفي في جهة والإثبات في جهة ما يثبت التناقض. تكون الجهة مفكة. وهنا الجهة مفكة. فعندنا نفي وإثبات. نفي الإيمان وإثبات الإيمان. هل الجهة واحدة ولا جهتان؟ جهتان. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر. هل أثبت الإيمان؟ الجهة ما هي؟ اللسان. وما هم بمؤمنين نفع عنهم الإيمان. هذا الجهة إيش؟ القلب. فالنفي مسلط على إيش؟ على اللسان. والإثبات مسلط على القلب. والمعنى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر بألسنته وما هم بمؤمنين بقلوبهم. لا ليس لك الأخير لما تريتها بشوية ناسي بردان قلت الدرس نزينا أطيع بعد الدرس. كما قال سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. قالوا نشهد إنك لرسول الله بألسنتهم والله يشهد إن المنافقين لكاذبون بقلوبهم. قلوبهم مكذبة وألسنتهم كشف. يأتي أمام النبي يقول أشهد أنك رسول الله من عبد الله بن أبي وقلبه مكذب. نسأل الله العافية. في هذا الوصف الأول ومن الناس من يقول آمن بالله وباليوم الآخر وما هم مؤمنون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. هذا الوصف الثاني الخداع. وصفهم الخداع. يخادعون الله والذين آمنوا. كيف يخادعون؟ يخادعون الله بإظهارهم الإيمان يظنون هذا ينفعهم ويخادعون المؤمنين يظنون أنها تنطلي مكائدهم وتدبيراتهم وهي لا تنطلي. الله تعالى عليم بأحوال الناس فعله والمؤمنون لا بد أن يعلموا. بين الله لهم صفة وجل لهم صفة. يخادعون الله والذين وما يخدعون إلا أنفسهم. الواقع أن خداعهم يعود على أنفسهم يضرهم وما يشعرون. ما يشعرون أن خداعهم ضرره راجع إليهم. ثم جاء الآية الثالثة قال الله في قلوبهم مرض. هذا مرض الشك والريب والتردد. ما عندهم يقين ولا عندهم علم يقيني. والمنافقون أقسام. منهم من هو مكذب ومنهم عنده شك وريب ومنهم من يؤمن ثارة ويكفر ثارة. نسأل الله السلامة والعافية. ما عندهم ثبات. ولهذا قال الله تعالى في قلوبهم مرض مرض الشك والريب والتردد وعدم الثبات. صلى الله عليه وسلم فزادهم الله مرضا. هذا المرض مرض الشبهة والشك. المرض مرضا. المرض ينقسم إلى قسمين مرض جسمي ومرض قلبي. مرض جسمي هذا سهل علاجه عند الأطباء. والثاني مرض القلب هذا مصيبة. ومرض القلب ينقسم إلى قسمين مرض شبهة وشك ومرض شهوة. فمرض الشبهة والشك هذا أشد يكون لأنه مرض في الاعتقاد شك في العقيدة. ومرض الشهوة شهوة المعاصي فمثلا الذي يحب الزنا ويحب الفواحش ويحب الغناء هذا عنده مرض الشهوة شهوة المعاصي. فالله تعالى في سورة الأحزاب خطابا لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض مرض الشهوة. نهيت المرأة عن الخضوع للقول إذا رخمت الصوت وحسرت الصوت طمع الفاسق فيها. لكن إذا كلمت كلام عادي ما يطمع فيها الفاسق. ولهذا المرأة لا الصواب أنها لها أن تخاطب الرجال الجانب لكن بصوت عادي ليس فيه ترخيم ولا خضوع. فإن الترخيم بالقول والخضوع يطمع الفاسق ومن في قلبه شهوة المعاصي يطمعه فيها.
وإن كانت المرأة مأمورة بخفض صوتها حتى لا يستفهم بصوتها أنها لا تخاطب إلا بقدر الحاجة وبقدر ما تحتاج وبقدر الضرورة، لكنها مع ذلك ليس لها أن تخضع بالقول. المقصود أن المرض مرض القلب مرضان، مرض الشهوة ومرض الشبهة، وهذا وأشدهما مرض الشبهة والشك لأنه في العقيدة، وهذا هو الذي أصاب المنافقين أعوذ بالله، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا زادهم الله مرضا. إذا المرض يزيد وينقص، الكفر يزيد وينقص، والإيمان يزيد وينقص. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون، لهم عذاب أليم فوعدهم الله بما كانوا يكذبون. كيف يكذبون؟ لأن قلوبهم مكذبة، يكذبون حيث أنهم أظهروا الإيمان في ألسنتهم وقلوبهم مكذبة، فهم مكذبون، يكذبون إيمانا، إيمانهم بالألسنة يكذبه ما في قلوبهم، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، هذا وصف، الوصف إيش؟ نعم الرابع أو الخامس. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا، من صفاتهم أنهم يفسدون في الأرض ويسمون إفسادهم صلاحا، ينشرون الفساد ويعلنون الفساد ويرون أن هذا الصلاح، والفساد هي المعاصي، معاصي والكفر والبدع وموالاة الكفار، ويسمون هذا صلاح، يسمون هذا الصلاح، وهذا تقدم وهذا سياسة وهذا تقارب، والصلاح هذا فيه تقارب بين الفئات وبين الطبقات، فيه حضارة ومدنية وما أشبه ذلك، مع أنه معنى فساد. الواجب البراءة من الكفار، والواجب التوبة من المعاصي، وهم يظهرون المعاصي والكفر وموالاة الكفار ويسمون هذا الصلاح. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا لا، هذا صلاح، هذا صلاح وتقدم والسياسة وما أشبه ذلك. إذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، قال الله حكم عليهم ألا إنهم هم مفسدون ولكن لا يشعرون. الوصف إيش؟ السادس أو السابع. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. يسمون الإيمان سفه، ويصفون المؤمنين بالسفه وضعف العقل والرأي والحلم، فهم يسمون المؤمنين، يتهمون المؤمنين ويصفونهم بضعف العقل والبصيرة والرأي، ويسمون الإيمان سفه، يقول هؤلاء سفه ضعفاء، ضعفاء البصائر. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. هذا الوصف السابع أو الثامن، أن لهم باطن وظاهر، أن لهم ظاهر مع المؤمنين ولهم باطن مع رؤسهم. إذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، أظهروا الإيمان بأسهم، وإذا خلوا إلى شياطينهم رؤسائهم وكبرائهم وسادتهم قالوا إنا معكم، نحن معكم إنما نحن مستهزئون، نستهزئ بالمؤمنين، يستهزئون بالمؤمنين والصحابة، فإذا لقوهم قالوا نحن معكم، وإذا خلوا إلى شياطينهم ورؤسائهم قالوا نحن معكم ولكن نسخر من هؤلاء. قال الله تعالى الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون، هذا جزاء عقوبة، يستهزئون استهزاء الله بهم في مقابلة استهزائهم، هذا كمال في حق الرب، كما أنه قال ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. الله يوصف بالمكر في مقابلة مكره، والكيد في مقابلة إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، فهذا صفات في جزاء في مقابل جزاء لهم في مقابل صفاتهم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. هؤلاء اشتروا الضلالة بالهدى، يعني اعتاضوا عن الهدى بالضلالة، يعني
تركوا الهدى واعتاضوا عنه بالضلالة. الاشتراء معناها الاعتياض، اعتاضوا أخذوا هذا بدل هذا، تركوا الهدى وأخذوا بدله الضلالة. فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين بل هم خاسرون. قال المؤلف رحمه الله: إلى أن ضرب لهم مثلين، أحدهما بالنار والآخر بالماء. ضرب لهم مثلين، مثل الأول مثل ناري، والمثل الثاني مثل مائي. المثل الناري قال فيه سبحانه: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يبصرون. ضرب الله لهم مثلا في وضوح في كفرهم بعد وضوح الحق، وهؤلاء قوم وضح لهم الحق وآمنوا ثم بعد ذلك كفروا بعد إيمانهم. فهؤلاء قوم اتضح لهم الحق وظهر لهم وتبصروا وعرفوا الحق ثم تركوه. مثلهم مثل الذي استوقد نارا، أوقد نارا فلما أضاءت النار أبصر ما حوله وأمامه وما يخشاه، ثم وإذا طفئت النار فصار لا يرى شيئا فانعكس عليه الأمر وصار لا يبصر ما عنده ولا يعرف ما عنده. ولهذا قال: مثل كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم لا يسمعون الحق بكم لا ينطقون بالحق عمي لا يرون الحق فهم لا يبصرون. هذا المثل المائي ضربه الله لقوم من المنافقين أبصروا الحق ثم عاموا عنه، أبصروا الحق وآمنوا ثم كفروا. مثل الذي استوقد نارا وأبصر ما حوله ثم طفئت النار فصار يتخبط في الظلمات. والمثل الثاني مثل ناري مثل مائي، قال: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصاعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. الصيب المطر، هذا مثل لقوم آخرين، طائفتان من المنافقين عندهم شك وريب، أحيانا يؤمنون وأحيانا يكفرون، قد يؤمنون وأحيانا يلمع لهم الحق ويضيء لهم الحق فيؤمنون فعندهم إيمان ضعيف، وأحيانا يزول هذا الإيمان فيكفرون. ولهذا شبه ضرب لهم مثل بالصيب، صيب المطر فيه ظلمات فيه ورعد وبرق، فالرعد الصواعق التي تصيبهم، ضرب هذا مثل للقواء بما ذكر الله في القرآن من الوعيد والتهديد والتخويف. والبرق النور الذي يلمع أحيانا ويضيء لهم، يجعلون أصابعهم في أذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. فعندهم إيمان يخبو ويظهر ويخبو، قال كلما أضاء لهم مشوا فيه، يعني البرق إذا أضاء مشوا وإذا أظلم وقفوا، وإذا أضاء مشى وإذا أظلم وقفوا. عندهم حيرة تردد، والإيمان يخبو ويظهر كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا. قال الله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله: إلى أن ضرب لهم مثلين أحدهما بالنار والآخر بالماء. بهذا تكمل الآيات 13 آية، انتهت الآيات في وصف المنافقين إلى قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير، من قوله: ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر إلى قوله: إن الله على كل شيء قدير. كل هذه الآيات في المنافقين. يقول المؤلف رحمه الله: كما ضرب المثل بهذين للمؤمنين في قوله تعالى: أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. يقول المؤلف رحمه الله: ضرب الله مثلين للمنافقين في سورة البقرة، مثل مائي ومثل ناري، كما ضرب الله المثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الرعد،
إذن ضرب الله مثلين ناري ومائي لمن؟ للمنافقين في سورة البقرة. وضرب الله مثلين مائي وناري للمؤمنين في سورة الرعد، وهي قوله تعالى أنزل، قال المؤلف في قوله تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا راغيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل. ضرب الله مثلين مائي وناري للحق في ثباته وبقائه، وللباطل في ذهابه وانتفاءه. فضرب الله مثلين، مثل الحق في بقائه واستمراره وثباته، ومثل للباطل في نفيه وزواله وضياعه. المثل الأول مثل ناري، قال أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أنزل من السماء ماء مطر فسالت أودية بقدرها، منها الوادي الكبير ومنها الوادي الصغير. فالوادي الصغير يحمل ماء، فالوادي الكبير يحمل ماء كثيرا، والوادي الصغير يحمل ماء صغير، كل بقدره، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. احتمل السيل زبد، وهي فقاقيع التي تكون ايش؟ تكون فوق الماء، هذا الزبد. فاحتمل السيل زبدا رابيا، هذا الزبد يذهب، ولهذا قال بعد ذلك فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فينكم في الأرض. هذا الزبد سرعان ما يتبخر ويكون على شاطئ الوادي ويزول ويبقى الماء. الماء مثل الحق الباقي، والباطل مثل الزبد الذي يكون فوق الماء ويذهب. هذا المثل الأول. والمثل الثاني المثل الناري، قالوا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله. هذا المثل الناري، الناري ضرب الله مثلا للحداد الذي يأتي بالذهب والفضة والحديد والنحاس والرصاص ويحميها على النار، يذيبها على النار، إذا أذابها على النار خرج الوسخ، الوسخ هو الزبد، وتبقى تبقى الذهب الصافي الخالص. في النار تزيل الزبد، تزيل الوسخ، وسخ الحديد، وسخ الرصاص، وسخ الذهب، وسخ الفضة، بعد ما تحميها على النار يبقى الصافي. هذا الصافي هذا مثل الحق، الذهب والفضة الصافي هذا مثل الحق يثبت، وأما الزبد والوسخ هذا مثل الباطل الذي يذهب ويزول ويكون ويذهب هكذا. إذا أحميت الذهب والفضة على النار أين يذهب الوسخ؟ جفا، يذهب يطير، والذي يبقى هو الذهب والفضة. فالذهب والفضة هذا مثل الحق في ثباته وبقائه، والزبد الوسخ مثل إيش؟ الباطل في ذهابه وبطلانه. هذا ما قوله أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلة أو متاع زبد مثله، كذلك يضرب الله الحق والباطل، فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، كذلك يضرب الله الإنسان. هذه الأمثال عظيمة، أمثال القرآن، الله تعالى أكثر من الأمثال في القرآن، وكذلك النبي عليه الصلاة والسلام ضرب أمثلة كثيرة، والأمثلة فيها فوائد عظيمة. ينتقل الإنسان من المثل المعنوي إلى المثل الحسي، ينتقل الإنسان من هذا المثل إلى المثل ضرب له، فيها فوائد عظيمة. كان بعض السلف إذا لم يعرف المثل يبكي ويقول إن الله تعالى يقول وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم، فإذا لم يعرف المثل قال لست من العالمين فيبكي على نفسه، وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالم. نعم. وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، فلم يكن هناك منافق، فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى المدينة صار للمؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم،
من أظهر الإسلام موافقة رهبة أو رغبة وهو في الباطن كافر. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي سلول بن بي. وكان على رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات. نعم، يقول المؤلف رحمه الله إن أقسام الناس إلى ثلاثة: مؤمن باطن وظاهر، وكافر باطن وظاهر، وكافر في الباطن ومسلم في الظاهر. هذا كان في المدينة، وكان بعد غزوة بدر. وأما قبل الهجرة في مكة فلا يوجد في الناس إلا قسمان، لا يوجد إلا قسمين: مؤمن باطن وظاهر، وكافر باطن وظاهر. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: وأما قبل الهجرة فلم يكن الناس إلا مؤمن أو كافر، لم يكن هناك منافق. لماذا لم يكن هناك منافق في مكة؟ قال المؤلف: فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فإن المسلمين مستضعفين، فكان من آمن آمن باطن وظاهر، ومن لم يؤمن فهو كافر باطن وظاهر. الكفار أقوياء يعلنوا كفرهم، ليسوا بحاجة إلى أن يخفوا كفرهم، لكن لما تقوى المؤمنون في المدينة خاف المنافقون فأظهروا الإسلام وأظهروا الكفر. ولهذا قال: فإن المسلمين كانوا مستضعفين، فكان من آمن آمن باطنا وظاهرا، ومن لم يؤمن فهو كافر. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، لما هاجر النبي إلى المدينة أسلم كثير من الأوس والخزرج، وصالح قبائل اليهود المدينة، وكانوا ثلاث قبائل: بنو قينقاع، وكانوا خلفاء الخزرج، وبنو قريظة والنضير، وكانوا خلفاء الأوس. صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم ووادعهم، ودخل أكثر الأنصار في الإسلام. فلما دخلوا في الإسلام ووقعت غزوة بدر تقوى المسلمين. لما وقعت غزوة بدر وانتصر المؤمنون انتصارا باهرا عظيما، وخذل الكفار، صار بعض الأوس والخزرج الذين ليس في قلوبهم إيمان أظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. قال عبد الله بن أبي: هذا أمر قد توجه، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر. كان عبد الله بن أبي بن سلول كان رئيسا في المدينة، وكادوا يعصبونه قبيل الهجرة، يضعون على رأس العصابة يملكونه. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم فات عليه ذلك، فشرق بالإسلام، فأظهر الإسلام وأبطل الكفر، وتبع على ذلك بعض الناس، صاروا منافقين يظهرون الإسلام ويبطلون الكفر، لأن من أظهر الكفر يقتل، لأن المسلمين تقووا، والنبي صلى الله عليه وسلم هو الحاكم عليه الصلاة والسلام، هو الذي ينزل عليه الوحي، وهو إمام المتقين عليه الصلاة والسلام، فمن أظهر الكفر يقتل. فخاف هؤلاء من القتل وسلب الأموال، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، أظهروا الإسلام حتى تسلم رقابهم ودماؤهم. أما في مكة ما في حاجة إلى إظهار الإسلام وإبطان الكفر، الكفار أقوياء، المسلمون ضعفاء قلة، بل إن بعض المسلمين يخفي إسلامه خوفا من الكفار، بعض المسلمين بعض الضعفاء يخفون إسلامه، كان بلال يعذب وعمار بن ياسر يعذب، كانوا يعذبون وبعضهم يخفي إسلامه خوفا من التعذيب. إذا ما في أحد، ما في منافق في مكة، لأن الكفار أقوياء، فالكفار هم الذين يظهرون كفرهم، والمؤمنون هم المستضعفون. فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة ووقعت غزوة بدر وانتصر المسلمون ودخل الناس كثير من الأوس والخزرج الإسلام، خاف بعضهم في قلبه مرض من الأوس والخزرج، فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر. هذا معنى قول المؤلف: فلما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وصار المؤمنين بها عز وأنصار، ودخل جمهور أهلها في الإسلام طوعا واختيارا
وهم الأوس والخزرج، كان بينهم من أقاربهم ومن غير أقاربهم من أظهر الإسلام، يعني نفاقا موافقة رهبة أو رغبة، وهو في الباطن كافر. وكان رأس هؤلاء عبد الله بن أبي بن سلول ورئيس المنافقين، وقد نزل فيه وفي أمثاله من المنافقين آيات كالآيات التي في سورة البقرة وغيرها. نعم. والقرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في غير موضع، كما ذكرهم في سورة البقرة وآل عمران والنساء وسورة العنكبوت والأحزاب، وكان هؤلاء في أهل المدينة والبادية، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون، ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم، القرآن يذكر المؤمنين والمنافقين في مواضع كثيرة، كما ذكرهم في سورة البقرة كما سمعنا ثلاث أصناف، وذكرهم في آل عمران كما سبين المؤلف رحمه الله يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى أن قال: وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا. وذكرهم أيضا في سورة النساء وقال: ألم ترى الذين يزعمون أنهم أمروا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. قال: بشر المنافقين بأن لهم عذاب أليم، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. كذلك في مواضع في سورة أي كذلك في سورة المائدة: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقول نخشى أن تصيبنا دائرة. في سورة العنكبوت: ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أودي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله. في سورة الأحزاب ذكر كثيرا من أوصافه وأنهم يستأذنون ويقول بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا فرارا. وكان يقول: كان هؤلاء في المدينة والبادية منافقين في المدينة وفي البوادي التي حول المدينة، كما قال تعالى: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة، يعني ومن أهل المدينة منافقون، وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم. نعم. وكان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب، يعني بعض المنافق المنافقون بعضهم كانوا مشركين، مثل بعض المشركين من العصر الخزرج دخلوا في الإسلام نفاقا، أظهروا الإسلام وأظهروا الكفر، كانوا في الأول مشركين، لكن لما خافوا لما تقوى الإسلام خافوا من القتل فأظهروا الإسلام وأبطلوا الشرك. وهناك من أظهر الإسلام وكان من اليهود والنصارى، كما أخبر الله في سورة البقرة عنه وقال: ومنهم أميون لا يعلم الكتاب إلا أماني وإنهم لا يظنون أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونهم بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلى بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم. إذا لهم ظهر باطل وهم يهود، فقد يكون المنافق مشرك في الأصل وقد يكون من اليهود والنصارى، يكون مشرك يخاف من القاتل فيظهر الإسلام ويبطل الشرك السابق، وقد يكون من أهل الكتاب من اليهود فيخاف يظهر الإسلام ويبطل اليهودية أو النصرانية. هذا ما أقول له: كان في المنافقين من هو في الأصل من المشركين، وفيهم من هو في الأصل من أهل الكتاب. نعم. وسورة الفتح والقتال والحديث والمجادلة والحشر والمنافقين، بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين. قال تعالى في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، إلى قوله: وليعلم الذين نافقوا. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا. نعم. هذا المؤلف يقول ذكر الله في كثير من السور المنافقين في سورة الفتح قال: ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء. وسورة القتال وتسمى سورة محمد ذكر الله فيها كثير من صفاته
ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم. سورة الحديد يوم يقول المنافقون والمنافقات الذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم. في سورة المجادلة ألم ترى إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم. في سورة الحشر ألم ترى إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب. في سورة المنافقون سورة كاملة في إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله إلى آخر السورة. يقولون بل عامة السور المدنية يذكر فيها المنافقين بخلاف السور المكية. السور المكية قبل الهجرة ليس هناك نفاق. وقال الله تعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. الله تعالى ينهى المؤمنين أن يتشبهوا بالكفار الذين يقولون لإخوانهم والكفار يقولون لإخوانهم لو كانوا عندنا ولحضروا المعركة ما ماتوا وما قتلوا. ولا رد الله عنه في قوله في الآية الأخرى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. يقول لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ما الذي جعلهم يخرجون للغزو؟ لو ما ذهبوا إلى الغزو ما ماتوا ولا قتل. قال الله تعالى يجعل ذلك حسرة في قلوبهم إلى قوله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين يتخذون الحكم والأسرار. قتال يظهر فيه المؤمن الصادق من المنافق. وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعكم. قال الله هم الكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. نعم. إلى قوله وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. هذه أوصاف المنافقين. قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم. إذا قيل لهم قاتلوا قالوا ما في قتال. لو نعلم سيف من قتال لاتبعناكم. قال الله هم الكفر يومئذ أقرب من الإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. هذه أوصاف النفاق. والقلوب تختلف عن اللسان. يقولون بأفواههم هذا القول لكن قلوبهم مكذبة إنما انسنعوا على القتال نفاقا. نعم. وقال تعالى فيها أيضا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. نعم. هذه الآية فيها التحذير من المنافقين واتخاذهم بطانة تفشى إليهم الأسرار ويؤتمنون. الله نهى المؤمنين أن يتخذوا بطانة من الكفار ويجعلهم دخلاء يفضون إليهم بالأسرار ويأتمنونهم إنهم عادة لا يؤتمنون. ولهذا قال سبحانه يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم يعني من غيركم من غير المؤمنين لا تتخذوا بطانة من اليهود لا تتخذ يهودي بطانة ولا نصراني ولا وثني ولا شيوعي ولا هندوسي ولا مجوسي كل هؤلاء أعداء. لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في الشر والعداوة والإيذاء وإيصال الضرر لا يألونكم خبالا يعني لا يقصرون في إيصال الأذى والضرر إليكم لأنهم أعداء. ودوا ما عنتم يعني يودون الشيء الذي يعنتكم ويشق عليكم ويؤذيكم يفرحون به ويتمنونه ودوا ما عنتم
قد بدت البغضاء من أفواههم، من أفواههم تأتي كلمات على فلسة، تأخذ من فلسة ألسنتهم تدل على إيش؟ عداوتهم. وما تخفي صدورهم أكبر، لكن من شدة ما في قلوبهم من الغيظ والنفاق أحيانا تبدو فلتات على فلسة اللسان، وهذا يحسن بعض الكفرة، في بعض الكفرة يتكلم بكلمات، يتكلم بكلمات تدل على ما في صدره من الشر والعداوة، لأنه إذا امتلأ صدره شر وعداوة كالقدر الممتلئ لا بد أن يفوق، لا بد يظهر شيء، وهذا تجده في القديم وفي الحديث، بعض الكفرة بعض رؤساء الكفرة يصرح مثلا بالعداوة، يصرح مثلا بحرب الإسلام والمسلمين وأنها حرب للإسلام وهكذا، وأنها حرب صليبية وما أشبه ذلك، تبدو على فلتات ألسنتهم كما قال الله قد بدت البغضاء من أفواههم من ألسنتهم وما تخفي صدورهم أكبر، اللي تخفي صدورهم أكبر، لكن هذا تبدو البغضاء من أفواههم لأن قلوبهم امتلأت بالغيظ والعداوة والبغضاء فظهر على ألسنتهم شيئا منها. قال الله قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، عظيم هالآية، قد بينا لكم إن كنتم تعقلون، إن كنتم تعقلون ما ينفعكم وما يضركم، فالله تعالى قد بين الآيات. ثم قال بعد ها أنتم ولا يتحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا، هذا النفاق، وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ، وصفهم بالنفاق وهم من أهل الكتاب، فيكون نفاق في أهل الكتاب. أنتم تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وإذا لقوكم قالوا آمنا وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغيظ. قال الله قل موتوا بغيظكم إن كنتم، قل موتوا بغيظكم إن الله عليم بذات الصدور، إن تمسسكم حسنة تسؤهم، إذا أصابكم نصر نصر وعز وسلامة وغنيمة ساءكم، وإن تصبكم سيئة افرحوا بها، إذا أصابكم جد أو قحط أو هزيمة فرحوا. قال الله وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئا إن الله بما يعملون محيط. إن تصبروا وتتقوا، الصبر لا بد منه، إن تصبروا وتتقوا أمران، صبر وتقوى، لا يضركم كيدهم شيئا. لو طبق المسلم هذه الآية انتصروا على الكفرة، وإن تصبروا وتتقوا، صبر وتقوى، التقوى هي توحيد الله وإخلاص الدين له وأداء الواجبات وترك المحرمات، ومن ذلك أداء العدة للكفرة والجهاد والعدة الروحية والمعنوية والحسية، الأسلحة المناسبة في كل وقت وفي كل زمان والتدرب عليها مع الإيمان والتقوى. تصبروا وتتقوا أمران لا يضركم كيد شيء، وما أصاب المسلم خلل إلا بأحد الأمرين، إما عدم الصبر أو عدم التقوى، وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيد شيء إن الله بما يعملون محيط، محيط بهم لا يخفى عليه شيء من أحوالهم، هم في قبضة وفي تصرفة، فإذا أتيتم بالشرط فلا يضركم كيد شيء، شرط ومشروط، الشرط إن تصبروا وتتقوا، المشروط لا يضركم كيد شيء. فإذا أصاب المسلمين شيء من كيد الكفار فهو للتقصير في الشر، إما تقصير في الصبر أو تقصير في التقوى. وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع العلم النافع.